يسقط حكم الفاسد. Let the games begin. يفتح ملف استعادة الأموال المنهوبة. سنسترد هذه البلاد من اللصوص مهما كلف الأمر. تصاريح الذمة المالية لن تعود سرية. رشوة والتزوير واستعمال مزور وغيرها يلي بتوصل للحبس سنوات. فمن هو الزعيم الذي سنكشف عن عقاراته؟ بعد دفاع جبران باسيل عن مدير الجمارك. المصيط لبدر ظاهر انه هو ادم بالجمارك. ما هو جديد المزادات الوهميه في الجمارك بالصوت والصوره؟ المزاد يباع حر من الرسوم. عامل لك يعني خالص طالما يسقط حكم الفاسد الليله 9:30 مساء على الجديد. انت من اي تلفزيون؟ جديد جديد كمان مبسوط فيه انت؟